الله. الله هذه الجوهرة يلي فيها حياة الأرواح، حياة القلوب، لذة الحياة. تعرف حالك بهالحياة، ما لك عايش لأكل وشرب. أنت بهالحياة ما لك عايش مشان تأكل وتنام. أنت بهالحياة جاي حتى تكون خليفة الله في الكون. إني جاعل في الأرض خليفة. صرت خليفة الله. هذا الله خلقكم مشان هيك لك يا ابني. خلقك بتكون خليفة الله في الكون، ما خلقك مشان تأكل وتشرب. مثالكم في الأكل والشرب. كمان مثال قصة، احفظوا لي هالقصتين مشان تعرف انت وين صفيات. الله ولا إله إلا الله. رجل صياد على شاطئ بحر، ما عنده من الطعام إلا ما يصيد من البحر. بصيد سمكة بيأكلوها، تخلص بيروح بيصيد غيرها بيأكلوها. لا عنده خبز ولا عنده خضرة ولا عنده فواكه ولا عنده، ما في عنده غير لحمة السمك عم يأكل. سنة سنتين هذا حياته. في يوم من الأيام صاد سمكة وجايبها للبيت. أمي يا بنت الحلال نطفي لنا إياها. برشتها، شقت بطنها، شافت في شيء غريب، فتحت البطن وقت في درة لؤلؤة قد بيضة دجاج. شوفها، نادت له: يا زوجي يا زوجي يا ابن الحلال، لك شو بيك؟ تعال شوف شوف. الله اكبر. قال له: بركي منبيعها، منشتري لنا لحمه خبز بناكلها، عفن بطننا من اكل السمك. قال لي: هاتي لنشوف. اخذ هالجوهره، وفي الحي في جوهرجي صايغ، اخذ له اياها. صاحبه قال له: أخي شوف لي هاي شو بتسوى. أكد فيها الجوهرجي، قال له: والله لو بيع بيتي وبيع محلي بما فيه من كل البضاعة اللي فيها ما بجمع لك ولا نص ربع ثمنها. ما تنبع، اوعى تروح لعند حدا، روح لعند رئيس المصلحة بلد الثاني. راح البلد الثاني، زل عليه ورجع، وصل عنه ورجع ياها. لما شافها وأكد عليه طلع: قديش ثمنها؟ قال له: والله يا ابني ما في مين يدفع لك ثمن، ثمنها ما في مين يدفعه، لا أنا ولا مالي ولا كل اللي مالكه بيجيبوا حق نصه، لكن يا ابني لح أنصحك. بتروح لعند الأمير، لعند الملك. الملك إذا شافها بيشتري له، بيشتريها منك. قديش يعني؟ قال له: قد ما دفع له قليل، تسوى خزانة الملك كلها. راح وقف، استأذن حتى أجا الإذن، دخل الملك. قال له: شو يا ابني شو في معك؟ شو؟ قال له: معي الجوهرة، بعتوني لعندك. الملك لما شافها انبهى، قال له: هي عم دور عليها بكل حياتي. قديش تمام؟ قديه بدك تدفع لي قيمتها؟ قال له: ما لح ادفع لك قيمتها، انتبه علي، لح اعطيك 6 ساعات فوت على الخزانه تبعي، خزانه المملكه، فوت على خزانه المملكه 6 ساعات، عبي قد ما بدك، اشمن عبيت قد ما عبيت بيكون هو ثمنها.
مجوهرات والذهب والكذا عبي قد ما بدك. ست ساعات قال له بيكفي ساعتين؟ قال له ست ساعات. ست ساعات خذوا. أخذوا فتحوا باب الخزانة شو بده يشوف؟ قاعة. فات أول ما فات المطبخ شم ريحة الأكل والطعام. أوه والله صابت معي. قال والله لا أقعد باكل بشبع وبحمل بعدين. قعد من هالأكلة ومن هالأكلة ومن هالأكلة ومن هالأكلة ساعتين هو عم يأكل. بعد ما خلصوا الأكل فز للغرفة الثانية غرفة النوم، الفراش والحرير والمخدات، اشتهى النوم. قال والله لا بنمني نص ساعة الزمان وبفز بحمل بتمي ماشي. حط راسه ونام غط بالنومة. انتهوا ست ساعات اجوا الشرطة. قوم انتهوا ست ساعات دخيلكم طولوا بالكم دقيقة ولا دقيقة. ست ساعات انتهوا قوم تفضل لك خمس دقايق بس دقايق لا اخذ شيء. قال له ابدا ولا اشي. فز اخذوه طالعوه لبرا. طلع لا جوهرة ولا مال ولا شيء. هذا يا ابني مثالكم انتو. انتبهوا. اما الجوهرة فهي روحك. هي الجوهرة الغالية يلي ما في مين يدفع قيمتها، ما حدا بيحسن يشتريها إلا يلي خلقها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشتراها. انت بعت أعطاك ست ساعات. ستين سنة ما ست ساعات، ستين سنة عبي عبي من مجوهرات العبادات والطاعات مثل ما استطعت. لكن انت رح تشتغل بالاكل وبالنوم والشغل ونسيت انه خزانه خزاين عبي منها. نسيت عبايتك من الخزاين، اشتغلت بالاكل والنوم، بيجيك الموت تفضل ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا. ولا دقيقة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حفظته يا ابني؟ هذا مثالكم يا أخواني، هذا المثال قصة لكن لازم تنتبه. أنت صاحب هالقصة، أنت ضيعت هالجوهرة العظيمة يلي كان بيستطيع يعبي ياخذ 10 كيلو جوهر 10 كيلو ذهب. كان بيغنى هو وأولاده أولاد أولاده إلى قيام الساعة. لكن الأحمق قليل العقل يلي ضيع وقته بالأكل وضيع وقته بالنوم. فأوعكم تكونوا ذلك الإنسان، لا تصير أحمق. جايك الموت إمتى؟ الله أعلم. متى ما انتهوا الست ساعات فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. متى ما أجل وقت شرف دخيلكم مهلوني دقيقة ربي رجعوني خلص ما بقى في. فيا أحبابي اوعكم تكونوا مثل الانسان الاحمق. فكر دائما ان تكون الانسان العاقل، الانسان اللي بدك تحمل مجوهرات الحياه. التسبيح مجوهرات، القران مجوهرات، الذكر مجوهرات، خدمه المساجد مجوهرات،
صحبة أهل الله مجوهرات، الأخ في الله مجوهرات، عبوا من هالمجوهرات يعني قبل ما يجيكم الأجل. بتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد إلا الله، ولا يوثق وثاقه أحد إلا الله.